أهلا فيكم، برج العقرب في قناتي رح تشوف توقعاتك العاطفية. طبعا طاقات القراءة مفتوحة، يعني القراءة ممكن تنطبق عليك بشكل أكثر من أسبوعين، أسبوعين إلى يعني ممكن شهر، يختلف من شخص إلى آخر. وأيضا القراءة عامة، يعني مش رح تنطبق على الجميع، ولكن ممكن يكون في رسالة بالفيديو أو بالقراءة ممكن تستفيد منها. فخذ الإشي الإيجابي من القراءة أو الإشي اللي بتحسه بينطبق عليك، واترك الأشياء التانية لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر. أوكي، رح نشوف بالقراءة، رح نشوف طاقتك الحالية وطاقة الحبيب أو الشريك الحالية، وأيضا شو سبب المشاكل أو شو سبب الخلافات اللي عم تواجهوها حاليا، ما هي الخلافات اللي عم تواجهوها حاليا، وأيضا خطواتك وخطوات الحبيب في المستقبل، وشو ممكن يصير بينك وبين هالشخص في المستقبل. طيب نبلش أول إشي بطاقتك أنت يا برج العقرب. عم شوف برج العقرب بالفترة الحالية أو الفترة البسيطة القادمة، في عندك مشروع أو فكرة كريتيف أو فيها نوع من الإبداع بدك تشتغل عليها، لأنه في عندك مواهب ممكن تكون مخفية أو ممكن تكون أنت على علم فيها، ولكن في عندك شكوك ممكن لأنه أنت ما تكون كفاية، أو عم شوفك عم تخبي الموهبة اللي عندك، ولكن رح تكتشف إنه إذا أطلقتها، لأنه هلكت unleash your creativity، ففي عندك أشياء أنت ممكن تقدمها للمجتمع أو تقدمها لأي شخص آخر. في عندك قوة إنك تستخدم الموهبة اللي عندك حتى تكون ذات فائدة للأشخاص الأخرى أو للمجتمع، أو حتى إذا كان إلى شخص واحد في حياتك. ولكن الفكرة هون إنه ما تخبي بعض المواهب اللي ممكن تكون عندك، تختلف من شخص إلى آخر، ممكن تكون كاتب، ممكن تكون مغني، ممكن تكون يعني أي إشي، أي موهبة عندك بدك تشتغل عليها، وما تخاف إنك تعرضها على أشخاص معينة، لأنه عم نشوف البعض منكم عم يخبي نوع، عم تخبي اشياء، عم تخبي مشاعرك ممكن. من ناحية الحب، عم شوفك ايضا متكتم تجاه او كتوم تجاه الشخص الاخر، عم شوفك مستني الى خبر او تواصل من هالشخص، ومرات مرات الطابع السيء او الجانب السيء أو الجانب المظلم ممكن يغلب على اتخاذك للقرارات أو يغلب على استنتاجاتك، لأنه عندك the devil card هون، عندك five of swords، بمعنى إنه ما بين الميزان عندك غير متوازن، مرات تحكم على الأمور من منظور سلبي شوي، وممكن هالإشي تخليك تقوم بقرارات قاسية أو بقرارات تفرض فيها قوتك على أشخاص أخرى أو على شخص معين. عم شوفك أيضا مستني إلى خبر معين من شخص، أو ممكن تكون مستني إلى فرصة مادية، أو مستني رسالة معينة من شخص معين. أوكي،
بالنسبة لطاقة الحبيب حاليا أو طاقة الشريك حاليا، عم شوف في عندكم تشابه، لأنه هالكرت هو نفس هالكرت، ففي عندكم تشابه بالطاقات من ناحية إنه أنت وهو هالشخص بتحسوا بتحسوا كأنك تغربت عن هالشخص، أو كأنه ما في عندك قوة أو ما في عندك إرادة حتى تغير الوضع اللي عم بيصير بينك وبين الشخص. عم شوف حبيبك في عنده طاقة مشابهة لإلك من هالناحية، وعم يدعي، عم شوفه عم يدعي كتير، عم يطلب المساعدة إلهية أو مساعدة ربانية من أجل إنه يشوف الأمور بطريقة صحيحة، لأنه الشخص مشوش حالياً. مشوش حاليا، عم يحس انه هو مربط او عم يحس انه هو مقيد. ممكن يكون مقيد من ناحية انه في عنده اشياء بده يحكيها لإلك، ولكن عم يحس انه في اشي دائما بيوقف في طريق الشخص. أيضا عم شوفه عم يمر بتغيرات كتير سريعة هالشخص، أو تقلبات مزاجية ممكن، أو حتى تقلبات في أحداث حياته حاليا، لأنه في عنده تغيرات مستديمة وتغيرات سريعة. ممكن هالشخص أيضا عنده نية أو بده الوضع بينك وبين هالشخص بده إياه يتغير. ممكن يكون هو بحاجة أو عم يطلب إلى نوع من التغيير. بالنسبة للمشاكل أو بعض المشاكل اللي ممكن تكون عم تواجهكم حاليا بالتواصل بينك وبين الشخص أو بالكونكشن، عم نشوف في طرف منكم في عنده طرف آخر أو شخص آخر بحياته بالتأكيد، لأنه أوراق التوضيح عم تبين لي إنه أنت أو هو عم تتعامل مع عدة أشخاص أو عم تتعامل معه مع شخص آخر. وأيضا في نوع عم نشوف الطرف الثالث في العلاقة هاي مش كتير عنده فكرة عن الشخص الآخر، بمعنى إنه إذا حبيبك هو اللي عنده طرف ثالث، أنت والطرف الثالث ما بتعرفوا بعض أو ما في بينكم أي تواصل، شخص غريب. والعكس صحيح، إذا أنت اللي عندك الطرف الثالث، الشخص اللي عم تتعامل معه والطرف الثالث ما بيعرفوا بعض أو ما في عندهم فكرة عن بعض، لأنه هالشخص عم شوف إنه في، ولكن الطرف اللي عم تتعامل معه بيعرف انه في عندك طرف اخر. ممكن يكون مش عم يعرف انه هالشخص مين هو، ولكن بيعرف انك تتعامل مع شخص اخر، وعم شوف انه في غيرة كتير كبيرة بالتواصل بينكم، لانه في طرف منكم كتير flirtatious او كتير متحدث لبق، او في بينكم كتير غزل، ولكن الطبيعة هاي أو الأسلوب هاي في طرف منكم بيستخدمه مع هالشخص اللي بالعلاقة ومع الأشخاص الأخرى. يعني هنشوف أيضا في طرف عم يخبي مشاعره لأنه عم يحس إنه ما في عنده القدرة أو الشجاعة إنه يعترف. أو سوري حبايبي، أصحاب برج العقرب، الكاميرا قطعت معي، بدنا نكمل. الشخص في طرف بهالعلاقة في عنده صعوبة بالتعبير عن مشاعره تجاه الشخص الآخر، بمعنى إنه إذا في طرف بيحس إنه في شخص آخر، عم شوف في سرية بالموضوع، ما عم شوف في مصارحة بالموضوع. عم شوف أيضا في طرف منكم، أو ممكن اثنيناتكم لما تحسوا انكم عالقين في مفترق طريق، او في عندكم
أكثر من اختيار أو بدكم تختاروا منه، عم تحسوا إنه العلاقة بينكم مع بعض عم ينحط فيها مجهود ولكن مش عم يعود بالنتيجة المطلوبة، النتيجة اللي بدكم إياها. طيب، نشوف توقعاتك في أو خطواتك في المستقبل. برج العقرب، عم شوفك بالمستقبل رح تمر بتقلبات أو تغيرات، أو رح تنتهي من علاقات قديمة أو من طاقات قديمة. عم شوفك عم تسكر أبواب قديمة من أجل إنك تفتح أبواب جديدة في طريقك. في عندك علاقة جديدة راح تفوت فيها، أو في عندك فرصة جديدة لعلاقة جديدة. وعم شوف إنه أنت من الناحية العاطفية راح تكون منفتح لإلها كتير. عم شوفك عم تمضي أو عم تروح في طريق، في شخص معين بدك تروح لإله. عم شوف بدك تتوجه لإله، ومن الناحية العاطفية بتحس بمشاعر قوية تجاه الشخص، ولكن في نوع من السرية بالموضوع. أو الطرق اللي رح تتقدم فيها لهالشخص رح يكون فيها نوع من السرية، رح تكون طرق غير مباشرة. بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل، عم يحس إنه مظلوم، عم يحس إنه مظلوم، عم يحس إنه دفاعي أو بيحتاج إنه يدافع عن حاله هالشخص. عم يحس إنه مهاجم من قبلك أو من قبل هالعلاقة. عم يحس إنه انظلم أيضا بهالعلاقة. عم شوف أيضا من الناحية العاطفية بالمستقبل هالشخص عم يسرح بهالعلاقة، أو عم يفكر فيك كتير هون، عم فكر بها العلاقة كتير أيضا، ولكن لسبب ما هالشخص عالق في أفكاره الداخلية ومخاوفه الداخلية اللي صعب عليك إنه أنت تعالجها مع هالشخص. يعني أغلب المخاوف اللي عم بيمر فيها بسبب مخاوف داخلية هالشخص. فبالمستقبل ممكن يكون هالشخص معك منغلق أو دفاعي بأسلوبه، أو دائما بيحس إنه بيحتاج إنه يدافع عن حاله بهالعلاقة. بالنسبة للطاقة بينكم المشتركة في المستقبل، عم شوف في تكملة بينكم من نوع ما. ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون علاقتكم علاقة كارميكية، أو علاقة تحتاج إنه أنت تتعلم منها دروس، وأيضا الشخص الآخر يتعلم منها دروس، لأنه عم شوف تين أوف سوردز، تكملة معينة، وعنده دويب وعنده تون سايكلز، ففي تكملة معينة رح تصير بينك وبين الشخص، أو ممكن رح تسكروا فصل من أجل تبدأ فصل جديد، أو ممكن البعض منكم رح يسكر فصل مع هالشخص بالمرة، لأنه في طرف هون بالمستقبل رح ينحط بموقف أو بمطرح إنه لابد من إنه يختار بين شخصين أو بين طرفين، لأنه في طرف بالتأكيد بعلاقتكم عنده شخص آخر. وهذا هو اللي عم يسبب فراغ بينك وبين الشخص، بعد أو فجوة بينك وبين الشخص. عم شوف ولكن عم تركزوا أنت وهالشخص، أغلب تركيزكم هو على الشفاء الداخلي، أو أنت وهو عم تبحثوا على الشفاء الداخلي، وأيضا عم تبحثوا على علاقة تكون متكاملة، مش فقط عاطفية، ولكن تكون عملية أو تكون عقلانية أو تكون منطقية.
مش فقط مشاعر. أشوف أغلبيتكم هون عم يبحث عن إشي ثابت ومستديم، إشي مستقر، مش عم يبحث عن فقط يعني علاقة تكون من الناحية العقلية فقط، ولكن عم شوف أغلبيتكم بدكم إشي ملموس. طيب بدنا نشوف الرسائل اللي ممكن هالشخص بده يحكيها لإلك، ولكن في عنده صعوبة إنه يحكيها لإلك. طيب نشوف هالشخص شو بده يحكي لإلك. أول رسالة هالشخص اللي بده يحكيها لإلك: I'm very stuck in my ways. فهالشخص عالق بأنماط أو بتصرفات قديمة بحياته، بيحل الأمور بطريقة معينة، فما بيعرف غير يحل الأمور بهالطريقة. ممكن أيضا إذا أنت عم تتعامل مع شخص بطبيعة الحال حوله أشخاص كتير، أو بيحب يكون حول أشخاص كتير، I'm very stuck in my ways، فهو عالق بهذه الطاقة، يعني نوعا ما بيحتاج إلى التوجيه الشخص. The player lifestyle is not for me. فللبعض منكم هالشخص ممكن يكون مش من الأشخاص اللي هم لعبيين، أو حوله أشخاص أخرى، أو بيحب إنه يكون حول أشخاص أخرى، ولكن ممكن هالكرتين مع بعض، ممكن إنه أسلوبه وتصرفه معك بالعلاقة هو يعني اللي بيحكمه. يعني عم شوف في عنده صعوبة بإنه يكون مرن تجاه العلاقة أو متفهم. I'm watching you in real life or social media. فهالشخص إذا في بينكم سوشيال ميديا مشتركة عم يراقبك فيها، أو حتى بالحياة الطبيعية أو الحياة العملية، الشخص أيضا عم يراقبك وعم يتابع أخبارك. You need to get rid of yourself jealousy and insecurity. فهالشخص بيحس إنه أنت بتغار كتير في علاقتكم، وبيحكي لك إنه بده إياك تتخلص من مخاوفك الداخلية أو الغيرة أيضا اللي ممكن بتحس فيها. You're not seeing me clearly. فهالشخص بيحكي لك أنت مش عم تشوفه بوضوح، مش عم تشوفه بوضوح. إذا حطينا الرسائل مع بعض حتى نفهم الصورة الكاملة بشو هالشخص بده يحكي لك، رح نشوف إنه في بعض التصرفات اللي هالشخص عم يقوم فيها ما بتعجبك، وبتشككك بإنه حوله أشخاص أخرى أو شخص لعبي. الكرت الثاني بيحكي لك إنه هو مش لعبي، ولكن مخاوفك الداخلية الانسكيورتيز والغيرة اللي انت عم تحس فيها عم تخليك تشوفه بهالمنظور، لانه عندك you are not seeing me clearly، فانت مش عم تشوف الوضع على حقيقته او مثل ما هو بالفعل عليه. وايضا هالشخص لبعض منكم لسه عم يراقبك على السوشيال ميديا، فاذا انت عم تراقبه هالشخص ايضا هو عم يراقبك. بدنا نشوف اخر كود للنصيحة اللي ممكن تستفيد منها بهالتواصل مع الشخص. طيب في رضا عاطفي للبعض منكم رح يتحقق بالفترة القادمة، لأنه في عندك ورقة الرضا النفسي 9 of cups، ففي عندكم بالمستقبل اشياء من الناحية العاطفية رح يعبي الفراغ اللي ممكن عم تحس فيه حاليا بحياتك. successful completion،
إذا في إشي رح ينتهي بحياتك في المستقبل، عم شوف إنه هو رح يولد لك النجاح، ورح تحس بإنه أنت تحررت من إشي معين، تحررت من طاقة معينة. وفي للبعض منكم رح ينفتح باب جديد وفرصة جديدة، ولكن بدك تستمتع أو بدك تشكر إنه الأشياء اللي تركتها بالماضي ما فيها أي خسارة، وبالآخر أنت مش خسران، فقط أنت يعني رح تكسب أكثر وأكثر بالمستقبل. أيضا في عندك positive recognition، فإذا البعض منكم عم يحاول إنه يلاقي أي تعريف من أي شخص أو أي نجاح بأي علاقة مع أي شخص، عم شوف إنه إذا أنت بدك شخص أيضا ينتبه عليك أو على تصرفاتك، عم شوف إنه هل كان يحكي لك congratulations، الخطط اللي بتشتغل عليها أو الأشياء اللي كنت بتشتغل عليها بالماضي أو حاليا رح تعود عليك بنتيجة إيجابية، فقط عليك إنه أنت تفتح قلبك وتعبر عن مشاعرك بصدق مع الأشخاص اللي حواليك والأشخاص اللي بتوثق فيهم، وخليك أيضا منفتح إلى أشياء unexpected opportunities، فرص غير متوقعة، أشخاص غير متوقعين، يعني لا تحصر حالك في بوكس أو مخطط معين. أوكي حبايبي برج العقرب، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح